ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أحبابي الكرام، من مقاصد الصيام وأسراره التشريعية التي نطقت بها آيات الصيام هو تحقيق الشكر لله تعالى، حيث قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والكل يعلم أحبابي أن الشكر يكون على النعمة، ولقد ألفنا كثيرا من النعم واعتدنا عليها حتى أصبحت مكتسبات، وبسبب هذه الألفة غفلنا عن أداء الشكر لله تعالى. ولأن الإنسان لا يشعر بالنعمة وقيمتها إلا إذا فقدها، يأتي الصيام خاصة في هذه الظروف الصعبة ونحن في الحجر الصحي بسبب هذا الوباء، ليعيد تذكيرنا بما لدينا من نعم ويدعونا لتحقيق الشكر لله تعالى عليها. فالجوع أحبابي يشعرنا بنعمة اللقمة، والعطش يشعرنا بنعمة الماء، والحجر الصحي يشعرنا بنعمة الحرية وما يترتب عليها من النعم: صلاة في المسجد، خطب ومواعظ، زيارة الأقارب والأحباب، أسفار، واللائحة تطول. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أحبابي الكرام، بالشكر تدوم النعم وبكفرها نفقدها، لقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكيف نحقق الشكر المطلوب أحبابي حفاظا على هذه النعم؟ يقول العلماء: الشكر يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، فشكر القلب والاعتقاد بأن الله ولي النعم كلها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله إذن أحبابي هو المنعم الحق ولا أحد سواه. أما شكر اللسان فهو الثناء على المنعم بذكره وحمده، والثناء عليه بما هو أهل له، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، اعتراف بنعم الله وكرمه وفضله. وكان قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه يشكر الله تعالى بهذا القول الجامع المانع: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. وأما شكر الجوارح يكون باستعمال النعم في طاعة الله والحذر من الاستعانة بها في معصيته. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النعيم هو صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها. أحبابي الكرام، صيام رمضان في هذه الظروف الصعبة مع هذا الوباء الذي ألزمنا بيوتنا بالحجر الصحي فرصة لتذكر النعم وشكرها بالقلب واللسان والجوارح. وحول هذا المعنى يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. والمغبون أحبابي هو الذي خسر في التجارة، والمعنى هنا أن لدى الإنسان رأس مال يتاجر به فيربح أو يخسر، وهو الصحة والوقت. والوقت هو عمره، فاستغلالهما في الخير والفضائل ربح، وتضييعهما فيما لا فائدة منه والخسران المبين. أحبابي الكرام، فلنغتنم هذه النعمتان ونحن في رمضان وفي هذا الحجر الصحي، كي نخرج فائزين بالصحة والعافية والأجر العظيم عند الله عز وجل بزيادة النعم ودوامها وبالمغفرة والعتق من النار.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين.